صباحه 15 بريمير ليج يسحق ثالث الليجا في دوري الابطال. قلنا لكم قبل كده الدوري الانجليزي هو الاقوى والافضل في العالم، بس في ثلاث فرق اسبانيه تانية لسه في البطوله، واللي كسبوا لقب الابطال اخر 8 سنين خمسه منهم كانوا من الليجا. ايوه كده، يبقى الليجا هو الدوري الاقوى في العالم. كفايه مقارنات لو سمحتوا، ارحمونا. امبارح ليستر بيكمل رحلته الاسطوريه في دوري الابطال بعد ما نجح في التاهل لدور الثمانيه واخرج الفريق الثالث في الليجا وحامل لقب اليوروبا ليج 3 سنين ورا بعض. وبالتاكيد بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير، ان اتعس مكان في الانتصار ده انه ما كانش بوجود كلاوديو رانيري على الدكه، وفكره ان احتمال كبير جدا يكون رحيله هو السبب اصلا في نجاح التاهل والانجاز ده. بس انا النهارده مش جاي اتكلم لا عن ليستر ولا عن رانيري، انا النهارده جاي اتكلم على اليوفي اللي كسب بورتو ذهابا وايابا. بورتو اللي ما قدرش يكمل مباراه واحده من الاثنين ب 11 لعيب في الملعب، بس طبعا ده شيء عادي. هو مين اصلا اللي يقدر يكمل مباراه 11 لعيب ضد اليوفي؟ اليوفي فريق الحكام واللاينز مان، مش كده ولا ايه؟ يلا بينا نخش في تفاصيل ريما وعاداتها القديمه. بس قبل ما نخش في التفاصيل، اعمل لايك للحلقه واشترك في القناه علشان نوصل لمليون مشترك قبل نهايه السنه. واجابه على سؤالك قبل ما تساله، حلقه المقابله مع ديدي دروجبا هتنزل ان شاء الله يوم الجمعه القادمه بالليل. وشكر خاص لعبد الاله اللي بعت لي هديه، وهي قميص نادي الاتحاد، وبعت رساله مكتوب فيها: شكرا يا نصوح على البرنامج الجميل والتحليل الواقعي، ومبروك فوز الاتحاد بالكاس، وشكلك بالاتحاد بيكون احلى. كنت عايز احط لك الرقم 10 كهربا، ولكن حاليا مفيش الرقم 10. شكرا ليك انت يا عبد الاله على المتابعه، شكرا على اول قميص لاي نادي سعودي امتلكه في حياتي. انا النهارده تعمدت اني اصور الحلقه دي وانا لابس تيشيرت روما، النادي اللي بشجعه وبعشقه من اكتر من 15 سنه. ما تسالنيش ليه، عشان ده حوار تاني خالص ممكن نتكلم عليه بعدين، ولكن كنت عايز اثبت ان رايي في هذه القضيه جاي من اكتر واحد متضرر من نجاحات وانتصارات اليوفي في اخر 6 سنين، ومن قبله نجاحات وانتصارات الانتر لخمس سنين، لان من ساعه ما روما فازوا بلقب الدوري سنه 2001 حققوا المركز الثاني 8 مرات. فهل فعلا اليوفي هو فريق الحكام اللي مسوق سمعة ايطاليا في اوروبا وفي العالم كله؟ ده سؤال لا انا ولا انت ولا اي حد فينا يقدر يجاوب عليه، لان محدش فينا عنده دليل قاطع ان اليوفي او اي نادي تاني بيرشي الحكام علشان يحسبوا له ركلات جزاء ويطردوا لعيبه من الخصم وما يحسبوش اوفسايدات والكلام ده كله. ولكن السؤال اللي نقدر نرد عليه: هل اليوفي حقق اخر 5 القاب سكوديتو على التوالي وفي طريقه لتحقيق اللقب السادس بالتحكيم؟ والاجابه هي اكيد لا، لان اليوفي حاليا هو اقوى فريق في ايطاليا، الاقوى من ناحيه اللاعبين، دكه البدلاء، القياده الفنيه والتكتيك من اليجري، واداره المنظومه بشكل عام من انيلي. انت فاهم يعني ايه ان الفرقه تهبط لدوري الدرجه الثانيه من 10 سنين ويخسروا كل نجومهم ويرجعوا مره ثانيه للكالتشو ويحاولوا يبنوا فريق من اول وجديد حوالين ركائز اسطوريه فضلت معاهم في الدرجه الثانيه زي اليساندرو ديل بيرو وبوفون وبافل نيدفيد، وبعد بناء 4 سنين بس حققوا لقب الكالتشو في 2012 وما زالوا بيحققوه كل سنه لحد النهارده؟ ده نتيجه دراسات وتخطيط ونظام محاط بدعم مالي من عائله انيلي اللي هي فات. وكلنا عارفين ان الفلوس لوحدها ما ترجعش نادي وتعمل امجاد. ما تاخدهاش مني انا، بس اسال مانشستر اللي صرفوا في اخر 3 سنين من بعد رحيل اليكس فيرجسون تقريبا اكتر من اللي السير صرفوا في تاريخه مع مانشستر، وما زالوا بيحاولوا يوصلوا لجزء بس من النجاح اللي النادي كان عليه في عصره. عفوا بس مهما كانت الحقيقه مره وصعبه التقبل، نجاح اليوفي السبب فيه مش التحكيم. الحكام مش هما السبب ان معظم الفرق بتنزل تلعب ضد اليوفي وهم خسرانين المباراه نفسيا من قبل ما الحكم يصفر من اساسه. حاجه كده زي اللي كانت بتحصل مع معظم الفرق الانجليزيه لما بتقابل مانشستر يونايتد ايام فيرجسون. مش فاهم ليه النهارده كل الامثله جايه على مانشستر. الحكام مش سبب وصول يوفنتوس لنهائي دوري الابطال والهزيمه من برشلونه في نهائي برلين في 2015، حتى فضيحه الكالتشوبولي ذات نفسها في 2006. اكيد ما اقدرش احكم اذا كان اليوفي مظلوم ولا اليوفي مش مظلوم وفي مؤامرة ولا يستحق، بس اللي اعرفه ان فريق اليوفي اللي حقق لقب الدوري موسم 2005-2006 كان فيه بوفون وكانافارو وزامبروتا وليليان تورام وباتريس فييرا واميرسون وكامورونيزي وديل بييرو وبافل نيدفيد وديفيد تريزيجيه وادريان موتو وزلاتان ابراهيموفيتش. لعيبه اول ما اليوفي هبط معظمها توزع على اكبر الانديه جوه ايطاليا وبراها، وست لعيبه من دول كانوا ركائز اساسيه في منتخب ايطاليا اللي حقق لقب كاس العالم في صيف 2006 برضه. فلو فريق زي ده محتاج مساعدة
مساعده من التحكيم علشان يحقق لقب دوري، يبقى بصراحه عليه العوض ومنه العوض، وما اعرفش بقى نتكلم في ايه. مره تانية انا مش بقول ان اليوفي مذنب او بريء في قضيه الكالتشيوبولي، لان انا مش في موقف اصلا ان انا ادي فيها راي او حكم، بس بتكلم من المنطق كده ان الفريق ده كان معاه اللعيبه دي لما حقق لقب الدوري ده. من الاخر كده، وللاسف في كل بلد في فرقه واحده لما الحكام بتاخد قرارات في صفها الدنيا بتتقلب، وده شيء طبيعي ومش هيتغير، لان الفرقه دي في الاغلب بتكون بتمتلك اقوى امكانيات، اذا كانت باللعيبه اللي في الفرقه او فنيه او ماديه، فمحدش بيكون قادر يشوف اي اخطاء تحكيميه في صفهم، لان هم اصلا مش ناقصين ومش محتاجين اي مساعده لانهم بيكسبوا. انا كمشجع لروما في ايطاليا، اللي بيحصل دلوقتي مع اليوفي هو بالظبط اللي حصل مع انتر ميلان لما اليوفي هبط درجه ثانيه والانتر هيمن على الكالتشيو وفاز بيه 5 مرات على التوالي، 4 منهم روما كان في المركز الثاني. فلو انا النهارده مقتنع ان اليوفي بيكسب بالحكام، يبقى لازم بنفس المبدا اقول ان انتر قبل كده برده كان بيكسب بالحكام، مع اني حتى لو امنت ان حكم الكالتشيوبولي كان عادل واليوفي فعلا كان بيغش، يبقى ازاي الانتر اللي ما اتحكمش عليه اي حاجه وما خدش اي عقوبه هو كمان برده كان بيغش؟ ما فيهاش منطق. وبعدين بقى في بعض الناس اللي شايفه ان اليوفي بيكسب بالتحكيم هيكون عندهم مشكله اكبر من كده بكتير، لانه لو كان مثلا بيشجع انتر او ميلان او روما في ايطاليا او اي فرقه ثانيه خارج ايطاليا، فاكيد بيشجع فرقه محليه في موطنه. فتخيل مثلا لو كان مصري واهلاوي او سعودي وهلالي، فعلى اي اساس هتتهم اليوفي بنفس الاتهام اللي كل انديه الدوري في بلدك بتتهم بيه فرقتك، وبتقف قصادهم وتدافع عن الفريق باقتناع؟ احتساب ركله الجزاء لليوفي في الدقيقه 95 عشان يكسب بيها الميلان 2-1 مثير لكل الشكوك ومستفز، بس لو الحكم كان مرتشي فعلا ما كانش اضطر انه يستنى للدقيقه 95 وكان احتسب ركله الجزاء الاوضح لديبالا في الشوط الاول، او كان لغى هدف الميلان اللي فيه شك كبير للتسلل. انا شخصيا اتضايقت وكنت بشد في شعري لما اتحسبت ركله الجزاء، لان الفرق ما بين روما واليوفي رجع مره ثانيه ل 8 نقط، بس ده مش الاقتناعي ان الحكم مرتشي، ولكن الاقتناعي ان ايد دي تشيليو ما كانتش في موقع غير طبيعي، والتسديده كانت قويه جدا ومن مسافه قريبه، وكان مستحيل يتفاداها والكره راحت لايده مش هو اللي راح لها. بس في الاخر ده رايي وحكمي انا اللي مش هيتغير لما اسمع استوديو بيأيده او استوديو تحليلي تاني بيعارضه، لان كره القدم فيها بعض القوانين ما فيهاش ابيض واسود، وبيرجع الحكم فيها لتقدير الحكم على اللعبه وهي بتتلعب من غير اي اعادات بالتصوير البطيء من 10 كاميرات مختلفه، وبالتالي طبيعي ان ارائنا تختلف على صحه اي ركله جزاء مشابهه لدي، ومش شرط ان احنا نتفق. ولكن اللي مش طبيعي انك تسيب كل المعطيات دي وتقول ان اليوفي متربع على عرش الكالتشيو وبينافس بقوه في اوروبا بالتحكيم. وكالعاده في النهايه ده كان رايي انا، والاهم هو رايك انت. هل اقتنعت باي حاجه من الكلام اللي انا قلته ده كله، ولا ما زلت شايف ان اليوفي بيكسب بالتحكيم؟ سيب رايك في الكومنتس تحت، وما تنساش تعمل لايك للفيديو على يوتيوب، واشترك في القناه على يوتيوب، وشغل الاشعارات علشان يوصلك اشعار اول بنزل حلقه جديده، وعشان نوصل لمليون مشترك قبل نهايه السنه. كان معاكم عمرو نصوحي، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.